هنا عشرات الأطنان من أكوام القمامة التي تمتد على مسافة مئات الأمتار في هذا المكان بغرب مدينة خان يونس، ما يسبب مكروهة صحية إذا كان الأمر يتعلق ببقاء هذه الأكوام من القمامة في هذا المكان. هذا الأمر سأرصده مع المواطنين، يعطيك العافية. الله يعافيك، الله يسلمك، الله يخليك لنا يا رب. كيف بتشوفوا هذه الأكوام من القمامة؟ الله يا أخي، أنا من عارف في دبان يا رجل، أول مرة أشوف دبان بيقرص، بيقرص زي النحل يا رجل الدبان. وأطفال عندنا مرضى، طلع لك واحد مريض، أطفال مرضى عنده كل يوم بيرموا لنا حمير هنا، ريحتها بتقتل في الليل، تعال شم الريحة في الليل هنا، بتقتل الريحة. إيش هذا؟ هذا مش عارف إحنا عايشين، إحنا بني آدمين ولا حيوانات ولا مش فاهم أنا إيش الوضع هذا. كمامة إن عايشين إحنا، شوف كم ألف عايش على جنب الكمامة، منهم أطفال، منهم اختيارية، منهم نساء عزائي، كله إيش أقول لك، أطفال مرض كلهم. وين نروح؟ وين نروح؟ بس فهموني وين نروح إحنا؟ أنتوا نازحين هنا؟ نازحين، نازحين زلمة الواحد، إيش أقول؟ نشد مين ولا نقول له، نقول الشك ولا غير الله مزلة. طب حاولتوا تناشدوا، حاولتوا تحكوا؟ كذا صحفي أجا هنا، كذا صحفي وكذا واحد طلع على العمود هنا يصور في الزبالة وقال يا عم أسبوع زمان، بس هذا الكلام إنه شهر ونص الحين، وهو بيقول لنا كمان أسبوع إن شاء الله نخلي البلدية تشيلها. وين البلدية؟ يعني مش عارفون البلدية راحت. البلدية بقول يا زلمة الحمير، طب بكف الحمير اللي برموه، احنا راضيين بالزبالة، طب والحمير اللي بترتمي اللي كل يوم احمرين واحمر، تروح شوف غادر الحمير هاي الغاد قدام، اطلع قدام نافقة، بتلاقي حمير، ريحة الاطفال وناس نايمة وناس، شوف انت بتستنشق البني ادم لما ينام سبحان الله، وحط عنده هذه لندة الكاز، شوفوا الصبح بتلاقي من الاستنشاق تبعه بتلاقي تفت سمرة، يعني البني ادم بيستنشق وهنايم سبحان الله. يعني انا في الاف نازحين، نازحين ولفات هاي النازحين، وغير اللي ماشيين رايحين جايين، طب كل يوم بمر من الشارع نص مليون، نص مليون كل يوم في الشارع بمر على الزباله هذه، ايش قاعدين على النيل احنا؟ طيب اليوم البلديات بتقول لك انه في مشكله في المركبات، في مشكله في السولر، في تحركات تفطى وقمها. يا عم الحكومه يعني مش قادرين يوفروا للمركبات ولا يوفروا طب يرفعوها لفوق، بس يقوموها ويرفعوها لنا لفوق يا زلمه، هذا دخلت علينا، هذه الزباله دخلت علينا مطرح ما بكب، كل شويه بكب، هي مشكله في الشارع، دخلت على الشارع. وين نروح احنا؟ وين نروح؟ لا وفي حتى حمامات ذا الخلق ما فيش عندنا. حمامات ذا الخلق ما فيش. يعطيك العافيه. الله يعافيك يا عم الله. شكرا. تفضل. احنا بطلنا بشر في غزه، احنا بعدين مش بني ادمين يا اخي. بوسع قد الزباله، لا في اكل زي الناس ولا منامه زي الناس. انا عندي 8 بنات، عندي صبايا جامعه، قسما بالله حمام انا قادر اوفر لهم، ما خليت مؤسسه، ما خليت جمعيه، وانا بحكي باسم كل المؤسسات اللي بتيجي وبتروح. احنا بس كذب يا خال، احنا كذب بيجوا يا خال، بس هات هويتك وسجل ورني حمار، دور حالك. انا زلمه مصاب بيدي وبرجلي، جريت قاصة من بالله إلي. قول له تعال اسكن هنا يا بايلم، عنا شهرين بجري نفسي يسكن بايلم، يجي يسكن عنا هنا بس، يشوف اللي احنا فيه بايلم هذا، يجي يسكن عنا. طيب رئيس أمريكي، رئيس أمريكا يجي يسكن عنا، ويشوف هو عايش في العز وفي النعيم، حتى بيجي يسكن عنا يشوف احنا ايش بنعاني، ايش بنعاني احنا يا راجل. احنا كل يوم بنموت 100 مرة يا راجل، 100 مرة بنموت قاعدين، أطفال ونساء واختيارية وشباب وكل الدنيا يا راجل. يجوا يتفرجوا علينا يشوفونا وين قاعدين، ويجوا يمروا بس بالطيران، يجوا يمروا بس بالطيران ويشوفنا، بلاش يجوا على الأرض بالطيارة، يجوا يمروا علينا. شعب مسالم يا خال، شعب مسالم، شعب بده يعيش، احنا شعب كريم، شعب انهنا، عمرنا ما انهنا في غزة، احنا دائما روسنا عب العالي مرفوعة، لكن الحرب هذه زلتنا كلنا، ما ضلش على عين قرن زي ما بيحكوا، لا حياة كريمة، لا مية، لا أطفال مرتاحين، الشباب اتدمرت، ايش ضايل؟ احنا بدناش حروب يا عمي، احنا بدنا نعيش ونعيش طنياتنا، حسبي الله ونعم الوكيل. اطلع بالعين يا رجل، اطلع بلا مؤاخذة. احنا انا بالنسبة لي الحمد لله موظف وبقبض، لكن غيري مش ملاقي ياكل، غيري مش ملاقي حياة كريمة، بيفتحوا لنا جمعيات. عمري 63 سنة، عمري ما مر علي الكلام هذا يا راجل، في حياتي من يوم ما انولدت للحين. أطنان يا راجل، هذا يا زلمة، ولا عمري سكنت جنب زبالة.
بس الله غالب. احنا مفروض الله غالب. احنا مفروض المؤسسات الانسانيه اللي بتقدم مساعدات للناس بدل ما تيجي تقدم مساعدات تيجي مؤسسه تتبرع وتشيل القمامه هذه الموجوده في الشوارع. بس يعني قاعدين بتبرعوا بحجه انه فيش ما لا يوجد وقود لا يوجد سولار. لا يا عم موجود سولار وموجود وقود لكل المؤسسات بتتحرك بخشوا لها سولار من المعابر. يجوا اي مؤسسه تتبرع وتشيل القمامه هذه. دقيقه تشيل القمامه الموجوده. دقيقه يا اخ شيل القمامه. احنا بنحكي في القمامه يا اخ شيل القمامه هذه. فاهم كيف القمامه موجوده؟ كل يوم ناس احنا بنعمل معها مشاكل بتوصل دم انه بيجوا برموا حمير نافق هنا بنتكاتل معهم عشان يرموها في مكان ثاني. يعني احنا هنا ساكنين هنا ساكن على الطريق هنا يعني كل يوم بتشوف انواع ديدان وقوارض ايش اشكال والوان بخش عليك في الخيام كله جديد كله بخش في الاولاد. يعني لو ابني هنا الحين اولادنا وديتهم على مستشفى الكويت لو موجودين كان فرجتك ايش الطفح الجلدي اللي عندهم الامراض الجلديه الموجوده عندهم كانت تتفاجأ من الموجود عندهم. من فرجان يعني اكثر من صحفي جهانه واكثر من مصور فرجان يعني تاخذوا الموضوع على محمل الجد. انتم تاخذوا الموضوع على محمل الجد تتوجهوا لاي مؤسسات من خلالكم من طرفكم من اللي هو بث الموضوع عبر الوسائل السوشيال ميديا اي شيء يشوفوا شيء البلاوي هذا اللي شايفينه القمامه. يعني طرحك انه مش مشكله قصه المساعدات المهم هذا الامر. يعني انا شايف مؤسسات كثير في البلد قاعدة بتقدم مساعدات وبيجيها مصاري وبيجيها دعم. يا اخي مؤسسه من المؤسسات تتبرع وتشيل القمامه الموجوده هذه يعني كلها كباش وشحنين يعني القصه مش اكثر. يعني اتبهدلنا عارف شو بهدلنا اتبهدلنا كلنا. يعني احنا ناس يعني احنا مش من الشارع جايين احنا موظفين وكلنا يعني ناس معنا شهادات. انا بدل الشهاده مع شهادتين فاهم كيف. طلع كيف حالنا صار طلع اولادنا يعني احنا اتبهدلنا فاهم كيف. احنا اللي جبرنا احنا نجانا ما لقيناش مكان ننزح فيه ولا نقعد فيه. احنا نازحين انا نازح من رفح غير نازح من الشمال غير نازح من غزه غير نازحين من كل مكان. الشارع هذا ممر فيه يوميا يعني بدي اقول لك انا بدي شباب نص مليون رايح جاي الكل بتاثر من القمامه هذه. انت واقف اكيد تاثرت الحين الناس تمر وحط ايدها على مناخيرها. فرجاء الرجال الحار شوفوا لنا حل هالموضوع هذا. يعطيك العافيه شكرا جزيلا. احنا بدنا بالنسبه للزباله والقمامه اللي موجوده حتى الان يعني فيش مداخل ندخل للجامعه. يعني في نازحين مرته طفل زي هذا ينام جنب الزباله. العالم كله قول للعالم قول للعالم كله طفل زي هذا ينام جنب الزباله. مريض وين ساكن هذا؟ هيو هنا ساكن هيو في الخيمه هذه جنب الزباله. خيمه بتطل على الزباله ريحه الزباله عنده جوا. طفل زي هذا مريض هذا مريض ايش وين العالم؟ قول وين العالم؟ احنا بنناشد العالم يا راجل. شوفوا المرضى الناس المرضى بلاش احنا الناس المرضى. طيب خلاص خلاص رجعوا دبانه كلنا كمان. ايش بدي احكي على يعني بالنسبه للامراض الامراض الجلديه اللي انتشرت. بس تعال هنا تعال هنا عشان الشارع بدناش نعوق الطريق برضه. خليك هنا 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 تفضل. الامراض انتشرت يعني كل انواع الامراض انتشرت. مدخل يعني مدخل انت بتمشي مدخل من بين الله يعزك الزبايل. زباله بالاطنان زباله من اطنان نازحين موجودين. الريحه الله يعزك مناهل المجاري اللي هي الصرف الصحي كلها طافه كله ميه. الحيوانات اللي بتموت بيرموها في الزباله. انا عفوا بكلمك انا مريض سرطان يعني الحمد لله. يعني احنا بنعاني كيف بكفي انه بنعاني لا بسفر ولا بعلاج ويعني فيش علاج فيش سفر فيش حاجة بكفي المرضى ده. أنا واحد نازح في جامعة الأقصى هنا خيمتي يعني بتبعدش عن القمامة تقريبا 50 متر. يعني مش أقول لك بننمش من الريحة بننمش من هذا. الله يعزك الدبان اللي هو الحشرة هذا القرص بقرص مش ملحقين اللي هو علاجات. الأطفال أنا عندي ثلاث بنات أطفال. يعني أقول لك أجسامهم بطلع حاجات غريبة لولا أني رغم أني أنا محافظ عليهم في النظافة وفي الاستحمام في إجراءات هذه. يمكن في ناس مش قادرة بس أنا الحمد لله يعني قادر أهتم فيهم وقادر أهتم. في ناس مش قادرة مش عارف إيش بدي أقول لك يعني أكثر منك. يعني الحال يعني موجود بيوصف نفسه. يعطيك العافية بيوصف نفسه. شكرا. احنا اليوم من 7 شهور من يوم ما نزحنا من غزه هنا ساكنين في جامعه الاقصى بنعاني من هالزباله من 7 شهور. ما حدش لا سائل علينا ولا مدور علينا. بيجي المؤسسات بتصور على ان تجيب الكبشات تجيب حد فيش حدا مدور علينا.
الاولاد هنا حشرات ما نعرفش من وين اجت، حشرات ما نعرفش من وين اجت، بقرصنا في الليل ما نعرفش لا ننام لا من البعوض ولا من الدبان، حشرات من تحتينا ما نعرفش ننام، بنضلنا صاحيين طول الليل عشان نكش الدبان والبعوض والحشرات على اولادنا بس عشان يعرفوا يناموا في الليل. احنا هنا مش قادرين نتحمل هذا القرف وهذه الوساخه، هذه اطنان 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 الوفات، هذه كل يوم بتزيد، كل يوم بتزيد، ما حدش سائل عنها، مطالب من العالم كله، بس عندنا يعني البلديات هنا شغاله لكن فيش عندها سولر، يعني اللي قاطعين عنهم السولر من المعابر، بنطالب في العالم يدخلوا السولر للكبشات للبلديات هنا يجي يشيلوا بس هالزباله عنا. عندنا هنا في جامعه الاقصى ما يقارب 300,000 وعندك هنا 100,000، يعني هذه كلها هذه يعني نص المنطقه اللي هنا بتعاني من مرض كبد وباء، بتعرض من ولد من مرض طفح جلدي، من كل الامراض، امراض جلديه. احنا بنطالب في العالم بس حد يشوف، بس إنا بس مش طالبين مساعدات، مش طالبين اكل، مش طالبين حاجه، طالبين نظافه، يعني طالبين زينا زي العالم نعيش بس بنظافه، مناش اكل مناش شرب مناش طلعات، بنطالب الطيارات اللي بتيجي ترمي بس بخاخات للدبان بخاخات للبعوض، مناش اكل. احنا بنطالب فيكم تيجوا ترمونا هنا من البعوض، قاعدين ميتين بنموت، احنا مناش اكل، احنا مناش اكل، بنطالب في العالم حد بس يرمينا هنا بخاخات بعوض، بنطالب من العالم حد يجيب الكبشات سولار، حد يتبرع من المؤسسات من دول عربية. بس يعني ليش انتم سبع شهور ولا واحد بتطلع فينا؟ سبع شهور تسع شهور ولا دولة عربية بتطلع فينا؟ انا في غزة إبادة جماعية، اطفال تتقطع، يعني هنا عندك فوق الله يعزك 100 حمار، هنا 100 يعني الدود ما نعرفش من وين اجى هذا. احنا ما عمرنا شفنا هيك، احنا عايشين بناتها، يعني العالم عايشة. العالم كله يعني بتطلع فينا قاعدين بنموت، يعني اذا ما متناش من الصواريخ تاعت اليهود نموت من الزبال على البطيء. راضي بهذا، شكرا، الله يسلمك، يعطيك العافيه، شكرا جزيلا لك. طبعا تمر هذه المراه بجانب ابنائها في هذا المكان، يعطيك العافيه، الله يعافيك. بتمر من هان دائما؟ ايوه. كيف وضع اولادك مع هالجو هذا؟ يعني بتلاقيهم دائما بيعيوا، بصير معاهم نزله معويه، بيتعبوا يعني، ما يعني ما بياكلوش كويس يعني زي هيك. والقمامة هذه ايش وضعها؟ انت قريبة من المنطقة هذه؟ اه في خيمة هين ورا، جنب المكروه الصحي. اه جنب هذا المكان. بتلاحظ انه في امراض جلدية وشغلات منتشرة بين الاطفال؟ اه صحيح. يعطيك العافية، الله يعافيك، شكرا. فيش كراتين نظافة، كل ما بتيجي بسرقوها الحرامية. كلنا بنعاني، السبعات والستات والخمس افراد كلنا بنعاني من قلة الشامبو وقلة مواد التنظيف والصابونة، حتى الوكالة لها شهر مراكز اللواء بتوزعش، واحنا متضايقين من الوضع. بيقولوا في اماكن امنه، واحنا بنلاقي للاسف فيش اماكن امنه. هاي الاماكن الامنه، شكرا. احنا يا اخي بنوصل كلمتنا لكل العالم، لكل الامه العربيه، لاجانب، لكل شيء. احنا ناس تعبنا من الاخر، احنا خنقنا علي الطلاق من مرتي، مشيني شاب عريض طويل اخبطني في الحيط، رني شيكي بتلاقيش معانا. اليوم الشباب انهلكت، لا مستقبل، الناس برا بتبني مستقبل، بتبني حياه، بتبني كل شيء. احنا هنا صرنا نحلم في سطل المي، وصرنا نعمل في كرتونه، بدنا كرتونه، صرنا نقول الله اكبر، صرنا نصحى نحلم في خيمه ونصحى نقول بدنا قال المي نعب مي. وين العالم؟ وين الامه؟ حسبنا الله ونعم الوكيل، في كل واحد ضدنا. احنا العالم يقف معانا، الله اكبر، علي الطلاق نفسنا نفرح. عمر ابني 3 شهور معاه حكه، فيش له علاج، هنا فيش له علاج، الله اكبر. وين العالم؟ ايش ذنبنا احنا؟ احنا الشعب ايش ذنبنا؟ مقاوم روحوا لها، احنا مالنا دخل، احنا بدنا نعيش، احنا مالناش ذنب في اي حاجه، الله اكبر. حتى فينا على الطلاق خنقنا، خنقنا، مي نتحمم اورجيك بدني اجرب، مي نتحمم فيش مي. وينك يا كبيرنا يا حبيبنا؟ والله خنقنا على الطلاق، راجل حرق محروق حرق. يعطيك العافية، شكرا جزيلا لك. طبعا تتصاعد هذه الأصوات لهؤلاء المواطنين وجميعهم من النازحين الذين جاءوا إلى تلك المنطقة التي قال أو زعم جيش الاحتلال بأنها آمنة، لكنها ورغم أن صواريخ وقذائف الاحتلال تصل إلى هذا المكان وتقتل مزيدا من المدنيين والنازحين، وفي المقابل أيضا هذه الأمراض تفتك بهؤلاء المواطنين. علاء سلامة لقناة الجزيرة مباشر من مدينة خان يونس جنوب القطاع.